الاخوان اللهم يسر. جينا هنايا عند سعيد افريج، لقينا الدراري هنا كيستعدوا لهذا الشيء ديال ليكسبوزيسيون، المسابقه ديال الجمال، اللهم يسر. وهذو هما الاستعدادات، وهكا كيكون ليكسبوزيسيون. هانتوما الاخوان، هذه هي الطريقه اللي كيمشي بها ليكسبوزيسيون. الكلب هنا كيتعلم باش يجري شي هو كله، والطريقه ديالو باش كيخدم. الحمد لله الناس مولوعين تبارك الله، دعوا معاهم. هذا بدر، هذا احمد، الله يسخر ليه. تحيه لياسين، الله يعاونك. هلا اخوان، هلا بدر، اللهم يسر. هلا اخوان تبارك الله، شوفوا معايا هنا اخوان، هنايا هذه داخله شي في التجهيز ليكسبوزيسيون الدراري تبارك الله. شوف الدراري ديال مراكش الله يسهل عليهم، دعوا معاهم الاخوان، الله يسخر لهم امور. هنا الكلب كيولف باش ملي يجي ليكسبوزيسيون باش ما يجلسش بحال هكا، كيتريني فيه، كيعلمو يوقف، كيعرف شنو هما الاخطاء اللي فيه، كيتريني بهم. فهمتوا الاخوان، هذه هي الطريقه ديال ليكسبوزيسيون الدراري. هذه هي دور الرينك، اللهم يسر. وكيبداو يصحوا في الاخطاء، اللهم يسر تبارك الله. انا اخوان اللهم يسر. تبارك الله على خويا احمد، الله يسخر لك الشمس. ياسين برافو ياسين، اللهم يسر. خويا بدر مازال غيعطيونا الكلمه ديالهم باش يعطيونا يقربونا من الصوره اكثر تبارك الله. اللهم يسر. انا اخوان يونس، خويا شنو كتشوف هنايا يونس؟ كنشوف السنينات. ايه سنينات تبارك الله. اش كتسمى هذه باش اللي يلاه جديد بحالي يتعلم تشاور؟ هذا كوريكت، هذا خاص نورمالمون ديما كان لي كورسي تيكون عنده اميلين اميلين في البروغنات من التحت، خاصة تكون البروغنات من الفوق ولا يكونوا اثنين. ايه هاد اللعيبه خويا اللي هضرتي لينا عليها خويا ياسين، يكون افضل توضيح للشباب والدراري خويا ياسين. هذه اللعيبه ديال السنان القادين شنو سميتها في كيش كي؟ نورمالمون تيكون البروغنات من التحت، البروغنات تيكون البروغنات تيكون 1 مليم 2 مليم تيكون تكون كوريكت الكل. اذا كان عنده بروغنات من التحت، سينو الا كان البروغنات من الفوق تقدر واحد الحاجه اللي اليميناتوار في كان لي كورس، فهمتيني؟ ولا كتنقص لك النقاط بزاف. ياك هنا اللهم يسر. انا اخوان تبارك الله، الله يسخر خويا بدر، برافو بدر خويا. بغينا ناخذوا فكره اكثر على ليكسبوزيسيون، ما نخافش منه ياك. قول لي بغينا ناخذوا فكره اكثر اخويا بدر. هاد ليكسبوزيسيون صعيب باش توجد الكلب باش يتعلم يوقف، باش ما يجلسش في الرينج، باش ما قربنا اكثر اخويا بدر. حتى حاجه ما سهله وحتى حاجه ما صعيبه. ايه اي حاجه درتي لها فيها راسك غتوصل لها غتوصل لها. ايه اخويا المهم انا الاجتهاد. اها اي واحد يجتهد اي دومين كما بيكون عقص يجتهد فيه. يجتهد فيه. اي واحد يجتهد غادي يوصل. اي اخويا بحال دابا مثلا كيف ما شفنا الاخ قال لنا السنينات خاصهم مقادين، شنو هما المعايير الاخرى اللي كيعتمد عليهم الحكم باش يعطي الكلب مثلا واحد المرتبه زوينه او واحد النقاط زوينين؟ كعبرات تاع الراس. ايه كعبرات تاع الراس، خاصو يكون بهاد الرجيلات. رجيلات كل حاجه عندها عبار، يعني ماشي خاصو يكون الكلب كبير ولا صغير، يكون عنده واحد عبار معين. يعني الوغ هنا ما كنهضروش على الضخامه والشراسه، كنهضروا على واحد العبار معين. خاصو عبار ضروري. الا كان الكلب كبير بزاف او ستوندار خاصو يكون بينو وبين، يعني الا كان كبير بزاف ما يشاركش، خاصو واحد العبار معين. هاد العبار انا مثلا كيفاش غنعرف واش كنعرف الكلب من الصغر ولا كيكبر؟ ما يمكنش تعرفو من الصغر. ياك شنو السر اللي نقدر نختاره اخويا بدر؟
ما سمعتكش مزيان. السن اللي نقدر نختار فيه الكلب ان هذا لايق ليا ليكسبوزيسيون باش نوض نخدم عليه؟ من 6 شهور. من 6 شهور ونبدا خدام. واش كنتابع واحد النظام غذائي معين بدر؟ ضروري ضروري مثلا. يمشي كنتريني به واش طول العام ولا حتى كيقرب ليكسبوزيسيون؟ لا طول العام. طول العام كنتريني به. مثلا ملي غندخلوا شنو هما الاخطاء اللي ما خصهمش يدير الكلب؟ مثلا ما يعضش الكلاب. ما يتعضش مع الكلاب. في الليل ما يجريش، ما يعرننش، ما يمشيش للحكم. اييه. الكلب ما خصوش يكون اغريسيف، ما يكونش قبيح مع الناس. ومثلا الكلب باش ما يعياش ليا واش خصني نجري به في البحر قبل من ليكسبوزيسيون؟ ايوه، هي لونطريما باش ما يجلسش في الرينج، ما يجلسش. ما يجلسش لك. هاكا. والكلب باش يشارك. هذه معلومه عارفينها الملوعين، ولكن الشباب يلاه بداو ما عارفينش. خصو يكون بيديغري. شنو هي هذا البيديغري؟ بغاو الناس يعرفوا. هي شجره. ايه، هي شجره ديال الكلب معروفه كل الاصل. شكون جدوده وشكون الاصل ديالو؟ منين جا؟ هاكاك. الكلب هذا منين جا؟ هاكاك. والنشوه الا ولدات واش قدرتي تشارك اخويا بدر؟ لو ولدات عندها الحق تشارك. خاصها تحيد الولاده ديالها. تقول لي تكون صدرت الحوت تشارك. رسالتك لخوتنا الملوعين الله يسهل عليهم والله يسهلك انت الاول بعدا. مرحبا الله يختك. امين. رساله هو كل شيء اخويا نوض نخدم على راسي. العمل بغينا الاولى عزيز قدام. هادشي اللي كان ديك قالا وداكشي ما خدامش وكاين ضيو الصداع. كنلقاو غير خوت حنا في الاخر. حنا راه اخويا راه جي راهي ولاعه. غير ولاعه. هي متعه. هي متعه. هذه هي متعه كنتمتعوا بها وصافي. الحمد لله. هادشي اللي زوين. شكرا خويا بدر والله يسخر لك الامور. بكل فرح. هنا الاخ يونس شاو تبارك الله. مولوع الله يسهل عليه وعليكم، الله يسهل على الجامع. هذه الدعوه اللي نبغي نقول، يقول كل شيء الله يسهل عليه على الجامع يا رب العالمين. هذه شهيره داخله في التدريب ديال 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 الكلاب باش ياخذ يعرف يوقف يتريني بيه على هذا الشيء اللي غيدير في ليكسبو كامل. برافو خويا يونس. هذا التدريب هذا اللي كنترينيو به الكلاب فاش داخل؟ تا هو ليكسبو ياك؟ وي ليكسبو. هاد الكلب كنترينو به باش هاد الشيء اللي كدير دابا كتريني به عليه. الكلب هذا خاصو ديجا يكون تريني على قبلاش، على قبل فاش غادي يجي لي جيج، ما غيبقاش يتسنى فيك تتوقف لي الكلب ديالك على خاطر. اييه. خاصو يكون ديجا الكلب مولف انك تريني به. تريني به. خاصو الكلب يكون يحل فمو يقلب سنينك ديالو يكون عادي ما يكونش اغريسيف، ومن تتقلب له الخصيات ديالو تا هما من تحت ما يكونش. اعزكم الله اخوانا، ولكن هادشي خصو يتقال باش تعرفوا. نعرف شنو ديروا لي الكلام. الكريب خاصو يكون ديال ليكسبو. ديال ليكسبوزيسيون. اي واحد جاي تمشي، اي واحد جاي وقفوا، اي واحد جاي. هاكا. الوغ كاين كلب ديال ليكسبو؟ كاينين حيت هاد الدومين ديال لي شيان كاين سبوركانا. سبوركانا. الكلاب ديال ليكسبوزيسيون ديال البوتار ديال الجمال. الجمال. اللي كنتاجو للرينج، الاي جي بي، المونديو رينج، هادو دي سبور. عندهم كلاب اخرين او ميم تو يقدروا حتى الكلاب يخدموهم، ولكن كتكون اونتريما ديال كل كلب خاص بالنوع ديالو. ما يمكنش تخدم انا كلب الجمال وطرافاي في نفس الوقت. ما يمكنش. غادي غتلقى شي اشكال. اشكاليه. كنشكرك خويا يونس الله يسهل عليك. ورسالتك الملوعين خوتنا باش نزيدوا قدام ولا. شوف الملوع عمرو غيكون بوحده. بالنسبه لي انا في الدومين ديالي انا ما كنربيش كلب وما كنبيعش ونشرب الكلب. انا حياتي مع الكلاب. مع الكلاب مولوع. كنغيساج، كندير التواليطاج، اي حاجه كتعلق بالكلب. الحمد لله. كنحاول نقلب عليها ونشرب. كدريسي شي الكلي باش؟ كندير كل شيء اللي كيتعلق اللي بغى يدريسي يجي عندك. مرحبا. خلي الميره ياسر. مرحبا ديالك 06 25 99 87 46. انا راني كنتواجد مع سعيد السبات. الله يجازيك بخير. غيساج هنا. انا العز. ايوا هادي واللي جا مرحبا به. الله يرحم الوالدين العز. اي واحد مرحبا. تليفون.